سلطات الحج ترفض ما يجري في عدن وتدعو المواطنين للتعاون. قيادي حوثي استخدم سيارة تابعة للأمم المتحدة للاحتماء من غارات تحالف. ومن أخبارنا المنوعة، طفل ألماني يستدعي الشرطة للقبض على والده بعد مخالفة مرورية. أحد أبناء المحافظات الشمالية الذين تم طردهم من عدن تحدث لموقع أخباري عن تفاصيل ما جرى معه، وقال حاتم لموقع الصحوة نت: كنت على مفرشي في سوق القات بمديرية المنصورة، فإذا بجنود من قوات الحزام الأمني يداهمون السوق ويطلقون النار في الهواء ويعتقلون المواطنين. أثناء الاقتحام هرب الجميع، إلا أن الجنود تمكنوا من إلقاء القبض على عدد منهم، وكنت أنا واحدا منهم، وطلبوا مني بطاقتي الشخصية، وبعد الاطلاع عليها أصر الجنود على ترحيلي من عدن، وذكر أنه وبعد الاطلاع على هويته الشخصية تعرض للإهانات والشتم من قبل الجنود، ثم قاموا بسلب جواله مع الأموال التي كانت بحوزته بعد أن كان قد جمعها من رأس مال القات الذي كان يبيعه في السوق. وأشار حاتم إلى أن الجنود أقتادوه بعد ذلك إلى شاحنة الدينة وأخرجوهم إلى منطقة خبت الرجع وخارج مدينة عدن، وألقوا بهم ولم يبقوا لهم شيئا بعد أن أخذوا أموالهم. ويواصل حديثه: بقيت في منطقة خبت الرجع وأعاني العطش والجوع حتى أنقذني الله بشخص نبيل، أخذني بسيارته إلى منطقة طور الباحة وأعطاني مالا وساعدني في الحصول على ماء وقليل من الطعام، ثم تواصلت مع أهلي فأرسلوا لي مصاريف العودة إلى محافظتي. وفي طريق عودتهم القصرية يمر من يتعرضون للانتهاكات من أبناء المحافظات الشمالية بمحافظة لحج، وقد كان لقيادة المحافظة موقف نبيل تابعه موقع عدن الغد. بيان هام صادر عن الاجتماع الأمني المشترك لأجهزة أمن لحج، حيث قال الموقع أنه وفقا لتوجيهات محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبد الله تركي رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، أصدرت القوات الأمنية في المحافظة بيانا نص على منع الاعتداء على أبناء المحافظات الشمالية وملاحقة العناصر التي قامت ببعض التصرفات غير الأخلاقية من تعدي وابتزاز. وأكد البيان أن تلك التصرفات لا تمثل الأمن وإنما كانت تصرفات شخصية، وسيتم متابعة تلك العناصر ومحاسبتهم، وقد تم ضبط عدد من الأشخاص واتخاذ إجراءات ضدهم. ودعا البيان المواطنين للإبلاغ عن الذين يقومون بمثل هذه التصرفات لإدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى وضع خطة تأمين شاملة للمحافظة مع إشراك الوحدة العسكرية كافة وتجديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحكومية والمعسكرات وأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة. عدن المدينة الخالدة التي لا يمكن هزيمتها، تحت هذا العنوان كتب سامي الكاف مقاله الذي أعاد نشره نظرا لما تمر به العاصمة المؤقتة عدن، وأضاف الكاتب في موقع الملعب: سأظل أواجه سلوككم المناطقي البغيض بسلوك المحب للناس، كل الناس، هكذا أنا ابن عدن دائما، وهكذا هم أبناء عدن دائما وأبدا. يجري في دمهم حب عفوي صادق لكل الناس، حب لا يفرق بين إنسان وإنسان، إنه حب عفوي صادق لا ينظر لا إلى أصل إنسان ولا إلى لونه ولا منطقته ولا حتى إلى مذهبه وعرقه وطائفته ولا إلى دينه بأي حال من الأحوال. من يقول لكم غير هذا فهو ليس من عدن ولا ينتمي إليها ولا حتى يمكن أن يكون إنسانا نهائيا. هكذا أيها المناطقي البغيض، أرضعتني أمي لبنها المحب للناس منذ أن ولدتني في حافة القاضي بكريتر قبل 49 عاما في مدينة عدن، مدينة الحب والسلام مثلي كثيرون، بل وأفضل مني، نعم مثلي كثيرون جدا في مدينتي.
المدينة التي يتصدر مشهدها الآن الكثير من أشباه المواهب وعدمي الضمير والمتسلقين والبلاطجة ومجموعة أطفال تحت يافطة مناضلين ورعاع. هذا صحيح، لكنها مجرد مرحلة عابرة سنتجاوزها في نهاية المطاف. لا شك أبداً في كوننا سنتجاوزها. لا يمكن لأي شيء أن يقف في وجه هذه المدينة الخالدة بقيمها وأخلاقها. جذر عدن، مدينة الحب والسلام، مغروس في عمق الأرض. عمر هذه المدينة يمتد إلى عمق التاريخ. تاريخ هذه المدينة التي لا تشبهها مدينة أخرى، يا من لا تقرأ التاريخ، يعود إلى ما قبل الميلاد. سأظل أواجهكم بسلوك المحب لكل الناس، وسيظل أبناء عدن يواجهونكم بسلوكهم المحب لكل الناس. لا يمكن لأي شيء أن يقف في وجه هذه المدينة الخالدة. تابع موقع المصدر أونلاين التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، وعنون الموقع في جزء من تغطية التقرير: منظمة أممية سمحت لقائد حوثي باستعمال مركباتها للاحتماء من غارات التحالف. حيث كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن تحقيق تجريه منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادة حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة، ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف. وفي تحقيق أجرته الوكالة الأمريكية، فإن أكثر من 10 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دوليا. وتكشف وثائق تحقيق داخلية للأمم المتحدة حسب الوكالة عن 8 عمال إغاثة مسؤولين حكوميين سابقين أن أشخاصا غير مؤهلين تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين. موقع مأرب بريس نشر تقريرا عن محصلة المراكز الصيفية التي أقامتها ميليشيا الحوثي للطلاب، وعنون الموقع: هكذا يرسم الحوثيون طريق اللاعودة لأجيال اليمن. حيث قال الموقع أن ميليشيا الحوثي وزعت على الخريجين عصابات رأس خضراء حملت شعار الجماعة. ووفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحوثيين، فقد التحق بالمراكز الصيفية التي أقامتها 251,234 طالبا وطالبة، توزعوا على 3672 مركزا في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وقامت الميليشيا بتوزيع الطلاب الملتحقين إلى 5 مستويات وفقا للفئة العمرية. ووفقا للموقع، تهدف جماعة الحوثي إلى إعداد جيل من المقاتلين لسد العجز في صفوفها، وهو ما يبرر الاهتمام الكبير والمفاجئ بهذه المراكز. زمن البؤس وغياب الوعي. تحت هذا العنوان كتب أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق مقاله الذي تنشره قناة بلقيس: لا تتركوا مصائر الناس والوطن لردود الفعل العمياء، لا تتركوها بيد الجهلة، ولا تقسوا على العامل الكادح في وطنه وأرضه وبين أهله، لا تحملونه وزر غيره، ولا تقفلوا في وجه أبواب الرزق على ندرتها وقلة مردودها. هذا زمن البؤس اليمني الذي يقترب بنا جميعا إلى الهاوية. توقفوا ولو لمرة واحدة للتفكير في المستقبل، ولكن دون تعصب. لا تعمقوا جروح الوطن، وقد حان الوقت لتنظروا للأمور بعين العقل والحكمة والتبصر. القتلة الحوثيون في صنعاء والقتلة الإرهابيون في عدن، وإن اختلفت مسمياتهم وأدواتهم، يلتقون على هدف واحد، وقتلنا وتدمير بلدنا وتمزيق أواصر القربة بيننا. هم من سفكوا دماء أبنائنا في المنصورة والمحفد والجلاء، ولا زالوا يسفكونها في كل مكان في اليمن. إن من أزهق الأرواح اليوم هو نفسه من أحرق عدن وهاجم تعز والضالع ولحج والصبيحة والبيضاء ومأرب وعتق والجوف قبل سنوات، ولا زال يرتكب الجريمة بعد الأخرى. حافظوا على حياة المواطن وأمنه وسلامة ممتلكاته وحقوقه المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الإنسانية الدولية.
ترويع المواطن اليمني لأنه من محافظة شمالية بهذه القسوة فعل جاهل وظلم لا يقبله شرع ولا قانون ولا أخلاق. توقفوا، فربما هذه هي الفرصة الأخيرة للم الشمل وإطفاء الحرائق وإعادة الاعتبار لوطن يراد له الأذى والألم. فقد لا تتاح لنا جميعاً فرصة أخرى لتدارك الكارثة قبل وقوعها. احذروا الحوثيين ومن خلفهم إيران، واحذروا القاعدة وكل أشكال الإرهاب، ووحدوا الصفوف خلف الشرعية والتحالف، وتذكروا أن أحداً غيرنا لا يستطيع تحقيق السلام في اليمن، وأن للمجتمع الدولي اهتمامات أكبر، فهو لا يهتم كثيراً لما يجري في اليمن أو في الوطن الكبير، حتى وإن بدا لكم غير ذلك. الانتهاكات التي طالت العمال المنتميين إلى محافظات شمالية في عدن وصل صداها إلى الصحافة الأجنبية، حيث تحدثت الصحافة الألمانية عن هذه الانتهاكات، وأوردت شبكة الدي دبليو الألمانية دعوة منظمة رايتس رادار الحقوقية بضرورة وقف أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات مسلحة مدعومة من الإمارات ضد مدنيين عزل من العمال والنازحين من المحافظات الشمالية من البلاد. وقالت المنظمة التي تتخذ من أمستردام في هولندا مقرا لها إن أعمال العنف انتشرت ضد العمال والنازحين الشماليين بشكل يتنافى مع مقتضيات القانون الإنساني الدولي، فضلا عن أن أغلبها أخذت طابعا عنصريا في العديد من مناطق محافظة عدن وفي مقدمتها مناطق المنصورة والشيخ عثمان. ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم المسلحون قاموا باقتحام مقرات العمل وطرد العمال الشماليين منها والاعتداء عليهم بالضرب والإهانات والألفاظ النابية، واعتقلت عشرات المدنيين الشماليين بشكل تعسفي، كثير منهم نازحون، ثم اقتادتهم بشكل إجباري ومهين إلى شاحنات بضائع خصصت لنقلهم إلى خارج نطاق محافظتي عدن ولحج. في محافظة ريما قام الحوثيون بمنع توزيع المساعدات وتخزينها في مستودعات خاصة بهم حتى انتهت صلاحيتها، وقد استنكر المواطنون ذلك وتعنون العربي الجديد. يمنيون يستنكرون إهمال المساعدات الغذائية والتسبب في تلفها. ونقلت الصحيفة عن أحد سكان ريما إن فرع الهيئة الوطنية لإدارة الشؤون الإنسانية التابعة للحوثيين يتحمل مسؤولية تلف المواد الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي جراء رفضه توزيع أطنان من المواد الغذائية على المحتاجين ومنذ أشهر. وأضاف الموقع للعربية الجديد أو أضاف المواطن للعربية الجديد أن خبر إتلاف السلطات المحلية لتلك المساعدات الإغاثية نزل كالصاعقة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، لأنها تعتمد عليها بشكل رئيسي في تسيير أمور حياتهم اليومية. ومؤكدا أن المنظمات المحلية الشريكة لبرنامج الأغذية العالمية في المحافظة تتاجر بمعاناة المواطنين، كما أن القائمين عليها مجموعة من الفاسدين. أين السعودية العظمى مما يجري في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب مثنى عبد الله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: في حين كان يفترض أن تكون محافظة عدن المحررة من ميليشيات الحوثي والعاصمة المؤقتة لليمن مدينة نموذجية تطل على المستقبل بواقع جديد مغاير عن كل المدن الأخرى، شهدت في الأول من أغسطس الجاري مجزرة انتزعت هذا الهدف الخيالي من أذهان كل من يؤمن به. ويعرف جيدا المهتمون بالشأن السياسي أن الحادث يكشف واقعا سياسيا مريرا، وأن الفاعل السياسي الذي يسيطر على هذه المحافظة لا يملك من أمره شيئاً، بل هنالك فواعل سياسيون عديدون أنتجهم اختلاف الاستراتيجيات داخل التحالف العربي الذي يقود الحرب ضد الحوثيين. هذا الواقع الذي يخص أطراف التحالف العربي والذي تتحمل مسؤوليته السعودية باعتبارها القائد فيه، أدى إلى صناعة تشكيلات عسكرية وأمنية موازية للجيش الوطني اليمني. وفي الوقت الذي كانت تجري فيه صناعة هذه المعادلات على أرض اليمن العربي، وكان الطرف السعودي مطمئناً إلى أن خلفياته وعمق قواته محمية لأن الإمكانات الحوثية كانت بسيطة والقتال محصوراً في خطوط التماس،
كانت إيران تطور القدرات العسكرية والاستخباراتية لميليشيات الحوثيين وتمدهم بكل الوسائل التي تحقق لهم إحداث خروقات مهمة في العمق السعودي، حتى باتت هذه الميليشيات قادرة اليوم على انتخاب أهداف داخل المملكة، في حين فشلت القدرات الدفاعية في إيقاف هذه الاندفاعة الخطيرة. إذن ما هو التقدم الذي حصل خلال السنوات الأربع الماضية من عاصفة الحزم؟ إن كل خرق يقوم به الحوثيون في المناطق التي تحت سيطرة التحالف العربي وكل استهداف للعمق المدني والعسكري السعودي إنما يضع الرياض في موقف محرج جدا، ويجعل الجميع يقارن بين قدراتها وقدرات الطرف الآخر. في المقابل فإن هذه الأفعال تعطي الحوثيين شحنة تحد ومزيدا من الجرأة في توسيع دائرة الاستهداف، في حين يقف الفاعل الإيراني منتشيا بسياساته الخبيثة التي تطعن في الخاصرة السعودية، وهو يحقق نظرية أمنه القومي بعناصر ووسائل من الواقع العربي نفسه. يتهم كاتب في صحيفة الجارديان البريطانية الرئيس الأمريكي ترامب بالتسبب بمقتل عدد من المواطنين الأمريكيين، وقال الكاتب إن كلمات ترامب مهدت السبيل أمام الباسو في إشارة إلى الحادث الذي قتل فيه مسلح 22 شخصا داخل متجر بولاية تكساس الأمريكية، ويسعى الكاتب إلى تفنيد حجج أنصار الرئيس الأمريكي في مواجهة الرأي القائل بأن كلماته وأفعاله ساهمت في ما حدث في مدينة الباسو. حجة أنصار ترامب الأولى بأن الرئيس لا يتحمل المسؤولية لأنه يدين العنف تعكس فهما خاطئا لكيفية نمو الإرهاب داخل الدولة. ويوضح الكاتب في المقال الذي ترجمته شبكة البي بي سي أن تحول الأفراد من أنصار سلبيين لقضية ما إلى قتلة دفاعا عن هذه القضية يحدث حين يتم تضخيم شكواهم السياسية ونزع صفة الإنسانية عن أعدائهم. لذا حين يصف ترامب المهاجرين بأنهم غزاة فإنه يحفز أفرادا لهم شكاوى على التحرك. ومن الأخبار المنوعة التي نشرت اليوم في عدد من المطبوعات ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط: طفل ألماني يستدعي الشرطة لأبيه بسبب اجتيازه الإشارة الحمراء مرتين، حيث أعلنت الشرطة الألمانية أن طفلا يبلغ من العمر 5 أعوام أبلغ الشرطة عن أبيه عبر خط الطوارئ لأن أباه اجتاز الإشارة الحمراء أثناء القيادة في جنوب البلاد. وأوضحت الشرطة أنه تم تلقي المكالمة على خط الطوارئ يوم الجمعة الماضي في مركز العمليات التابع لمقر الشرطة بولاية بافاريا، وفي البداية سمع صوت الطفل لفترة قصيرة على الخط ثم تم إغلاق الخط، فقام فرد من الشرطة أو أحد أفراد الشرطة المسؤول بإعادة الاتصال على الرقم مباشرة، وهنا أجاب الأب على الهاتف واعتذر في البداية عن اتصال ابنه بخط الطوارئ، ولكنه أعطى السماعة بعد ذلك لابنه. وأضافت الشرطة أن الطفل ذا 5 أعوام أوضح أن والده قاد سيارته مرتين والإشارة حمراء، وأنه يجب أن تقبض الشرطة عليه لهذا السبب. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي الجارديان البريطانية، والتي وثقت عددا من الأحداث من مناطق مختلفة حول العالم نتابع.
رسامو الكاريكاتير يمتلكون وجهة نظر خاصة في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. بمجموعة الرسوم هذه نصل إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.